لا ما حغني الحبيبي. انا صوتي مأساة بس هي كانت تحب صوتي. لا احنا مش بنغني لبعض بس احنا بنغني مع بعض. انا كثير بحب الاغاني الحزينه بحيالها لغه، بس انه مهم يكونوا حزينه ويعني اللي عم بيسمعهم يكون هيك يحس انه اكتئب. وفي غنية كنت حط له اياها كيفك انت مل انت. انا بحبك انت وغيرك انت نوبادي. ماي جاد اوكي اعرفها. ايوه I will be your hero. افتكر ان في عروسه جت بتقول لي انا عايزه اتجوز طبيب قلب عشان اغني له اغنيه يا طبيب القلب. اللي بيصير لما بنشوف مشهد رومانسي او اغنيه عاطفيه بيصير عنا هرمونات، تفاعل هرمونات، فبنسترجع هذه الاشياء كما وانها تحدث حاليا. يعني لو اغنيه فيها مثلا بعد او فراق دي ممكن تاثر فيها جدا، لاني ممكن اتخيل للحظه ان انا ممكن اعيش اللحظه دي، فدي بتاثر فيا جدا لدرجه انه مثلا بتصفق بتضربني انه كلكم هيك، مثلا اذا خينا مثلا او اذا عملها شيء تعمل لي فبلا بتتاثر. بلا انا كثير بتاثر وبصير ايموشنال كثير. ايه؟ كثير ببكي. يعني شيء منيح لانه اذا الفيلم كثير حلو بالاخر بيطلع لي مثلا هاج او شيء. لكن اذا ما كان عندنا ذكريات مشابهه او هذه الاغنيه او هذا الفيلم ما اثار عندنا ذكريات ترتبط فيها بشكل او باخر، فايش اللي بيصير؟ احنا بنبني عليها صور وخيالات اللي احنا نبغى نتوقعه في المستقبل. واحدة من السورسز المصادر اللي كونت في ذهني صورة الحياة الزوجية الدافئة الحلوة كانت الافلام. انا بحب هو ما بحب وبرغي. بس بيحضر اوقات معي بيحضر كرمالها بس بقول لي ما في شيء مزبوط. مزبوط. هلا هو اكيد لأنه... دائما بالافلام بيزيدوها يعني بيزيدوها حتى قصص منا موجوده معي. الافلام دائما لوف وهابينس ويا لطيف وتجيدنا على الواقع. لا الحياه مش هيك. انا ساعات كثير بقول كده يا ست ام كلثوم فهمتينا الحب غلط. يا ليت يكون في حب زي الافلام، بس على طول بيجي على مخي انه ما في. ولا مره شفت حدا مبسوط انه شت الدنيا عم تشتي عليه وقرر يقول لحبيبته انه بحبها، انه عادي اول ما تشتي الدنيا بيفوتوا العالم بيركضوا بيركضوا لجوا. الناس بتتصور يقول لك اتس تو جود تو بي ترو. لما بشوف مسلسل او عمل تلفزيوني بيتكلم عن تعدد الزوجات مثلا وبشوف ان البطل متجوز اربعه والاربعه موجودين في بيت واحد وقد ايه في ما بينهم تعاون وتفاهم وكلام من ده، المواضيع دي صعب انها تتحقق خالص على ارض الواقع. يعني ما تصدقوا كل شيء بينشاف. احنا عشان احنا ممثلين في ناس بتفتكر ان احنا بنمثل عليهم. انا والناس دولت اقرب ناس لينا في بداية علاقتنا صح؟ لما بيحفظونا احنا ما بنعرفش نمثل عليه.